قربه هو أشع مرض التهابي في الطرق التنفسية للأطفال، تمام؟ إذن هو أشع مرض التهابي مزمن. أشع مرض التهابي مزمن في الطرق التنفسية للأطفال هو الربو. التغيرات النسيجية عبارة عن تسمك في الغشاء القاعدي، هاي الاتيولوجي تبعته. وبصير عندي زيادة نفوذية وارتشاح بالحامضات، وصير عندي إضافة لذلك ضيفوة فرط نمو الغدد المخاطية وزيادة إفراز المخاط. الربو في عندي ثلاث أشياء غير عكوسة: تليف تحت الزهارية، ضخامة العضلات الملساء، وإعادة التروية. هاي بالباثولوجي بالتشريح المرضي بنشوف عندنا في الربو ضخامة عضلات ملساء، إعادة التروية، وتليف تحت الزهارية. هذول شغلات لا عكوسية. أما ما يميز الربو أنه عكوس، عبارة عن التهاب صلحه في الطرق التنفسية الهوائية، مما يؤدي إلى ارتشاح الـ NO النيتروغليسيد، ويسبب لنا فرط حساسية، ويمكن تحريضه بالميتاكولين. أهم عامل مؤهب للربو هو الحساسية، عادة حساسية تحسس غذائي، التهاب جلد تأثبي. وهيبات الربو المستمرة عند الأطفال: إذا في عندي أبوين ربويين، هذا احتمال هلا بنشوفها بالتشخيص، احتمال كتير كبير يجي للطفل مصاب بالربو. الحساسية التهاب في الطرق التنفسية السفلية مثل ذات الرئة، وزيز دون التعرض للإنتان، تنفسي أو نزلة فرد، الجنس الذكر، وظائف رئوية منخفضة، الدخان، الإرضاع الصناعي. انتبهوا يا جماعة، الإرضاع الصناعي هو عامل مؤهب للربو، بينما الإرضاع الوالدي عامل وقائي. يعني الدراسات الحديثة بتقول معظم الأطفال عند الربو كان عنده إرضاع صناعي، لذلك يجب الحس وأهمية الإرضاع الطبيعي. الصورة السريرية واضحة جدا: سعال، ألم صدري، وزيز بإصغاء الصدر، تسرع تنفس. أحيانا مريض الربو ما يميزه أنه بيستيقظ من النوم بسبب السعال. ما يميز الربو أيضا أنه طبيعي بين النوبات. عندي استعمال عضلات تنفسية المساعدة، يعني بصير عندي زلة تنفسية. شو معنى الزلة التنفسية؟ السحب الضلعي وسحب فوق القص وتحت القص، هذا هو استعمال عضلات تنفسية المساعدة. خصائص الربو ضيفوها، هي موجودة متكرر. خصائص الربو، هذا السؤال، ها ضيفوها. يأتي صباحا أو في الليل، مريض الربو يا بيجي نوب الربو يا بالصبح يا بالليل. ثلاثة، يخف لوحده أول العلاج. ثلاثة، نوبات، بيجي بشكل نوبات. خمسة، تغيرات مع المواسم. ستة، هناك عوامل مطلقة للنوبة، في عوامل تطلق النوبة، تمام؟ هدول خصائص الربو. إذا قلنا متكرر واحد نعيده، يأتي في الصباح، هدول ما هو موجودات في الكتاب، ضيفون، أو بالليل، يخف لوحده أول علاج، أربع نوبات، خمسة تغيرات مع المواسم، ستة هناك عوامل مطلقة للنوبة. دكتور بس لو سمحت، الثالثة يخف لوحده أو بدون علاج ولا أو بالعلاج؟ أو على العلاج، أو على العلاج، هي من النوبة بتروي وحدها أو إذا أعطيناها علاج، هذا المقصود فيها. طيب العوامل المطلقة لنوبة الربو شو بتطلق لي؟ إنتان تنفسي، مريض ربوي لما بقرب بعد يومين بتجي نوبة أو بنفس اليوم. محسسات موجودة في الهواء، بدخل على الحديقة بعز الربيع بشمل لي الغبار الطلع، أيام الطيور، العس المنزلي، لذلك هدول ما بننصحهم مرضى الربو بتربية الطيور. العفوني، هدول عندي مريض اليوم رحت شفته أنا، بنته ربوية كانت، قلنا له غير البيت. هالشتي رحنا الله شفناها اليوم، البنت جيتها التهاب معدة وما، قلت له هاي البنت كانت ربو، قال لي أنا غيرت البيت، البنت طابت، فقط كان عنده رطوبة في البيت. عفوني، المحسسات الموسمية، الغبار المنزلي، الروايح، يعني مريض الربو ما بصير يتعطر، ما بصير تحط دوديران مريضة الربو، مزيل تعرف التعرض المهني. مثلا مريض الربو ما بصير يشتغل بمجني أو مبقرة، الهواء الجاف والبارد،
بصير فيه لما بطلع بالليل بعز الشتاء وما في مطر، راح يشتري شغله من السوق ما بشوف ولا بتحرض عنده نوبه الربو. الجهد والتمارين ما بصير يلعب رياضه، او اذا لعب رياضه بنعطيه بكره بنشوفه بعلاجه بنعطيه كورتيزون بخاخ كورتيزون قبل ما بصير يفرط لي من الضحك او يفرط بالبكي، هذا كله بيحرض نوبه الربو. التهاب الجيوب، القلس، الجورت دائما انه بيحرض الربو، قلنا لكم انه لازم يعمل صوره ظليله او نقيس. بعض الادويه ما بصير ياخذ بيتا بلاكر، هذا سؤال فحص تخرج، بيتا بلاكر مضادات التهاب عند مريض الربو ومضادات التهاب الاسترويديه. سؤال تخرج دائما بيسالوا، في عندي اربع مضادات التهاب لحاصرات بيتا، شو هنن؟ حاصرات الربو، تمام، شو هن حاصرات بتا؟ الربو، دارينو، السكري المعتمد على الانسولين، وحصار القلب وبطء القلب. حصار القلب يعني بطء القلب، يعني المقصود فيه حصار القلب. تمام يا زملاء. تمام دكتور. أنا بتمنى كانت محاضرة ربو نعطيها أونلاين، خلص التشخيص بركن أجده على عفوا. طيب مضادات الأسباب يا جماعة، هي وين ما رحتوا وين ما جيتوا بيسألوكم يا مضادات الأسباب، حاصرات بتا مثل اسمكم هي بالداخلية، وين ما رحتوا بيسألوكم يا فحوص التخرج. طيب في الإصغاء أثناء النوبة بنسمع وزيز، المريض ما يميز الربو بين النواب الطبيعي، يعني أنا أيام بيجيني المريض على العيادة يكون رايح عنده النوبة، أنا ما بحسن أتشخص له ربو إذا الأم أعطتني أعراض، بيجي المساء بتعب، بيجي ثاني يوم جوز قلت لك دكتور أنا جيت عندك قلت لي ما فيه شيء الولد، إذا الأم ما بتعرف ابنها ربوي أو ما اعترفت إنه ابنها ربوي، أنا أثناء خارج النوبة ما بتشخص معي، او يمكن اعطيه احرر له نوبه الربو هلا بنشوفها، بس اثناء خارج النوبه ما بتشخص معي الوزيز اثناء النوبه. واحيانا بالحالات شديده جدا بنشوف وزيز شهيق زفيري، واحيانا بنشوف سايلنت جيست، الصدر بيسكر نهائيا، الصدر الصامت بسموه. وقد نسمع تسرع تنفس، سحب الضلعي، تطاول زمن زفير، قلنا بالحالات الشديده بيكون الصدر صامت، وعلامات الجهد التنفس، واحيانا يدخل المريض في قصور تنفس ويحتاج منفسه وعنايه، وهدول المرضى كثير بيستفيدوا على موضوع المنفسه، مرضى الربو بتحسنوا بسرعه، بس ارخيه وخليه ياخذ شويه نفس من المنفسه ورجع فطمه بتحسن بشكل جدا. بنشوف عنا مريض الربو بنشوف احتباس هواء، كونه مرض انسدادي في الطرفين، احتباس الهواء بنشوفه في الطرفين، تمام. بنشوف تباعد اضلاع، تسطح حجاب حاجز، احتباس هواء. وين شفناها هاي بتتذكروا؟ وين شفناها زملاء؟ وين شفناها الحكي؟ مين بيعرف؟ التهاب صيبة شعرية. يا عيني عليكي، مين هاي الشاطرة المعنى؟ برافو عليكي. طيب يا جماعة الاف اي اف 1 على الاف بي سي، هذا بيهمني بالتشخيص، هاي وظائف الرئة، بنعمل الاف اي اف 1 على الاف بي سي، إذا بتعرفون هدول ما بتعرفون؟ تذكروا من الاستراتيجية اللي نسيتوا؟ هي بتكون أقل من 80، وهذا ما يميز التنازل الانسدادي، هي وظائف الرئة، إذا شلون بشخصه بوظائف الرئة. في اختبار العكوسية، نعم لا بنعطي المريض سالبوتامول، تتحسن تقريبا 12% الـ FEV1، تمام؟ والتغيرات بالبي اي اف ار، ها و اي اي اف اشخطوا الاي الثانيه وبعد الاف الاخيره حطوا ار اذا بتتذكروها، البيك انسبيراتوري، تمام، بين الصباح والمساء اكثر من 20، والاف اي بي 1 بعد الجيب بتضطرب اكثر من 15. اذا ما بتعرفون السيارات والحجوم الرئويه شي مره خليني اعطيكم محاضره عليها بالعملي، تمام، حطينا تصويت على التليجرام، اذا بدكم محاضره عملي الاسبوع الجاي نعطيكم على الحجوم والسعات الرئويه اذا نسيانينا. طيب
طب ايش لو بنعمل عندنا في تركيا وفي كل دول العالم بيعملوا اختبار تحسسي 50 ماده تمام، مثل ابره الى 50 راس بيعملها كثير بشكوها على الايد بكبسوها كبسه يبين عندي من اين ماده تحسس. الحامضات طبعا ترتفع، الان او قلنا بالتيولوجي تبعته مرتفع. اختبار تحدي، شو هذا اختبار تحدي؟ بنعطي المريض، انا المريض جاني مو ربو، شلون بشخصه بعطيه اختبار تحدي؟ بحرض له نوبه ربو بيتوكولين الشاقي، يصير عندي شو بتنقص ال FEV1 أكثر من 20%، هذا اختبار بشخص لي الربو. العلاج يا جماعة هذا اللي ننفخ فيه، تعرفوا هذا هيك الجهاز هيك بلاستيك بينتفخ فيه، حدا شافه؟ جهاز بلاستيك بينتفخ فيه بالإسعاف، بنزفر وفيه زفر كأنه عم تنفخي بالون، هذا لازم يكون موجود في الإسعاف. بنقيس ال BEFR، اشخطوا الإي الأولى والثانية وضيفوا بالأخير R البيك إنسبراتوريال، نعطي أكسجين للحفاظ على أكسجة على تمام، ونعطي منبهات بالتأثير التأثير تمام. أول شيء إذا إيش بنعمل، منقيس ال BEFR تمام، منقيسه هلا بنحكي فيها بالتفصيل بعد قياسته شو بيعطي. في عندنا محاضرة تعمل كنا نحكيها دائما على علاج الربو، شي مرة بنعطيكم إياها كمان، منقيس ال BEFR تمام، ونعطي أكسجين للحفاظ على أكسجة أكثر من 92%. خلص محاضرة هالأسبوع علاج الربو، هدول الساعات الرئوية بنحكيهم بال ما صحيح. بالمناسبة عندكم فحص ولا ما عندكم فحص؟ عملي زملاء معي انتو؟ دكتور لسه ما حددوا بس كأنه ما في. أنا حكيت مع الدكتور رامر خلص اليوم، أقول لي الموضوع عائد للدكتور جواد. هي بلا دكتور لإيش؟ بلا حكيم، بلا بلا حكيم. رجع راس دكتور. الله أنا ما عندي مشكلة، إذا الكلية ما اعتمدته ما عندي مشكلة، بس صراحة أظن الحضور يحطوكم عليه تنحرموا ولا ما تنحرموا من نظري، إذا ما عملكم فحص يحرموكم من لذلك ننصح اللي ما عنده حضورات الكل يحضرها. ما بيحضر أكيد يحرموه من نظري إذا ما حضر الاستاج تمام. يا جماعة جاكم مريض ربو في الإسعاف، أول شغلة تخلوه ينفخ في الجهاز، تحسبوا له السعة الزفيرية تمام العظمى، وبتحط ودائما بتعطوه أكسجين عشان تحافظوا على البلس تبع الأكسجين أكثر من 92. إذا أول علاج هو الأكسجين، هذا سؤال فحص تخرج. أول علاج شو هو؟ مريض ربو أكسجين. أول دواء بنستعمله منبهات بالتسل بوتام، وانتبهوا واضح يا زملاء. انشاقي اول علاج الاكسجين، اول دواء بنستعمله السالبوتامول. سؤال ثاني ضيفوه مو موجود، اول علاج للوقايه هو الكورتيزول الانشاقي. صاروا ثلاث اسئله بتسالوها خليات كل حياتكم، بتفيدكم حياتكم العمليه من دون الامتحان. اذا ثلاث شغلات بتهمني انا تمام يا زملاء. أول شغلة شو؟ أكسجين. أول دواء سالبوتامول. أول علاج وقائي هو الكورتيزول الإنشاقي. الكورتيزول الإنشاقي ليس من العلاجات في الربو، هذا بنخطئ فيه. بيجيني مريض ربو بروح أحطه برزه كورتيزول، لا أعطيه أكسجين وأعطيه إرزاز فنتولين، يمكن تكرره ثلاث مرات. طب الفنتولين له تأثيرات جانبية بتشوفوها كتير، أسرع قلب، رجفان هيجية، وبيفيدني بيش أنا؟ أنت بتتذكروا ارتفاع البوتاسيوم، ساوي نقص بوتاسيوم. لما المريض عنده ارتفاع بوتاسيوم احد العلاج اللي نقدم له اياها هي ارزاز فنتولين، او كان ما عنده ربو. بيرفع السكر ليش؟ لانه بيظبط افراز الانسولين من البنكرياس، بينقص المنغنيزيوم، يشوف المريض عصب، صار استثاره في الجهاز العصبي مريض الربو. ليش؟ بسبب نقص المنغنيزيوم الناتج عن ارزاز السالبوتامول. احيانا بصير عندي عدم توازن بين التهويه والترويه، فيحدث نسق أكسجة عابر وهو نادر الحدوث. تعرفوا إيش في الفرق بين التهوية والتروية؟ فيزيولوجيا، مين درسكم فيزيولوجيا؟ طيب ما رأي نحكي كتير شيء لأنه نتوعد إمت محاضرتكم القادمة؟ قد الساعة؟ الساعة 7 محاضرة إمت فيها؟ طيب يلا بناخد لنا ساعة ساعة 7 ربع ساعة يعني. طيب يا جماعة الإبراتوريوم مضاد تسكريني قصير التأثير، الخط الثالث في العلاج تمام.
ممكن نعطي تروبيوم كمان هو ذاك، هذا قصير الإبراتوريوم، هذا طويل التأثير، بس نعطيه للأطفال فوق 12. هذا سؤالها يمين، نعطيه للأطفال فوق 12. الكورتيزون الجهازي بنبدأ بالحالات المتوسطة والشديدة، نوبة الربو بالحالات المتوسطة والشديدة بنعطي فيها كورتيزون، والكورتيزون بنعطيه الميتيل بريدلون بجرعة 1-2 ملي على الكيلو. في الحالات الشديدة يمكن نعطي أدرينالين تحت الجلد، الجرعة مطلوبة من 0.1 يعني من 1% 3%، تمام؟ الجرعة القصوى نصف ملي جرام، مظبوط الجرعة فيها خطأ، من 1% 3% ملي جرام، جرعة قصوى نصف ملي جرام، من 1% 3% الجرعة القصوى مكتوبة بالكتاب نصف ملي جرام. طيب اختبارات وظائف الرئة يضيفوها كمان ما موجودة، اختبارات وظائف الرئة واختبار تحدي وسحب المفرزات لا يجرم النوبة الحادة. وده تشخص لي ربو تعمل له اختبار تحدي، تعطي ميتاكولين هو من غير شيء تعبان، نزل لي الوظائف الرئة له بزيادة ونحطه على المنفسة، ما في داعي تعمل له وظائف رئة وما في داعي تسحب له مفرزات في النوبة الحادة. ثم في الحالات الشديدة ضيفوا نضيف سلفات المنغنيزيوم وريديا، تمام، ونعطي سيوفيلين وريدي، ويمكن نعطي التريبوتالين يعني السالبوتابول هو نفسه التريبوتالين وريدي. السالبوتابول ما في اسم وريدي، أو السالبوتابول ايش خطوة اكتبوها، التريبوتالين هو نفسه السالبوتابول بس الشكل الوريدي له. ويمكن نعطي غاز اسمه الهيليوكس، تعرفوه HELIOX HELIOX، هذا عبارة عن 70% هيليوم و 30% أكسجين. الهواء الطبيعي شو تركيبه مين بيعرف؟ الهواء الطبيعي شو تركيبه؟ الهواء اللي عم نتنفسه نحن اللي عم نتنفسه أثناء المحاضرة شو تركيبه؟ 21% أكسجين و 69% شو؟ نيتروجين. بينما هذا الهيليوكس 30% أكسجين و 70% هيليوم، هذا في الحالات الشديدة. إذا بنعيد، تمام، سلفات المنغنيزيوم وريدي وسيوفيلين وتريبوتالين في الحالات الشديدة ممكن نعطي غاز الهيليوكس HELIOX 70% هيليوم و 30% أكسجين. طبعا هذا ما موجود غير بالمشافي يعني، وما كل المشافي، بعض المشافي. طيب جرعة شلون قلت انه 1% ل 3% ملي جرام للكبير والصغير يعني اطفال وحسب الوزن ولا شلون؟ من الادرينالين طبعا، لا جرعة واحدة او على الكيلو نستخدمه فقط في الاطفال. طيب شو بيعمل الربو؟ يمكن يسوي لي نفاخ رئوي، تسرب الهواء داخل الرئه، يمكن يستعمل لي استرواح صدر، يمكن يعمل لي قصور تنفسي، يمكن يعمل لي افراز غير ملائم للـ RDH، اعتلال عصبي غير عكوس، أسفكسيا، توقف قلب، يمكن يموت المريض، الطفل يصير عنده أسفكسيا، يصير عنده نقص أكسجين طول عمره، قصور قلب احتقاني. العلاج على المدى البعيد، العلاج على المدى البعيد يا زملاء، أهم علاج وقائي هو الكورتيزونات الإنشاقية، تمام؟ يمكن يستخدم الكرومولين، الليكوترين اللي هي منتشرة، المنشط بت طويل الأمد اللي بسموه لابا، تمام؟ لكن اللابا ما مستخدمه لوحدة، عدد مستخدم مع شيء تاني. يمكن يستخدم السيوفيلين، تمام؟ NTIGE ايش خطوة هاي؟ الله بنشرحها بالتفصيل. NTIGE خطوة. إذا يمكن يستخدم الكرومولين، الليكوترين، اللابة اللي هي شو هي اللابة بين قوسين نضيف ومنشط بتا اثنين طويل الأمد، السيوفيلين، بس اللابة لا تستخدم وحدها للوقاية، تمام؟ هاي اللابة واحدة ما بنستخدم للوقاية، نحن بنستخدمها مع كورتيزونات إنشاقية. هذا دواء معروف عنا بسوريا هو السمبيكورت، كورتيزون مع لابة، تشوفوه السمبيكورت
غالي كثير، فهذا بتاخذ موش بخاخ شفط مستخدم اطفال فوق الخمس سنين، لانه الولد بيحسن يشفط شفط مو نفخ، ما نحن بنفخه الولد هو بحطه بتمه وبيشفطه شفط. هذا هو عباره عن ايش بسموه هذا البخاخ بكورت، اذا شفتوه اذا حد عنده من حدا من قرايبينه الله يشفيه عن ربه شوفوا، عباره عن كورتيزون مع لعبه كورميترول طويل امد، كورميترول كمان اللي اسم اللعبه. نعم عفوا ما بسمع بس صوتي اوضح. كورميترول نفسه ايش اسمه؟ كورميترول ده لا هذا شغل أسترازينيكا شركة كندية عالمية كتير غالية حوالي 400 ليرة تركي. هذا أنا بكتبه كتير بتركيا مرضى الربو وكتير بيستفيدوا عليه. طبعا ما بصير يكتبه غير أخصائي أطفال، ما بصير طبيب عام يكتبه وفق الجداول العالمية أو طبيب صدرية، ما بصير يكتبه طبيب عام السم بيكورت، بده أخصائي حصل عليه يكتبه. طيب في عندي دواء جديد اسمه الأوماليزوماب، هذا مستخدمه في الربو المستمر عادة فوق 12 سنة، صلحوا الرقم ها فوق 12 سنة. هو انتي اي جي اي، هو انتي اي جي اي تمام. او في دواء تاني اسمه ميبو ليزوماب، ميبو ليزوماب هون اوما ليزوماب نيكا ميبو ليزوماب ام اي او بي ال اي زد يو ام ا بي، هذاك انتي اي جي اي، هذا انتي ليكوترين خمسة. هذول ايامي ما كانوا موجودات لحد الان انا ما شفتهم، ها ما بعرف اذا عم يستعملوا بغير دول هذول الادويه، انا ما شفتهم لسه ما استعملتهم، نحن وصلانين يا فوق عند السمبي كورت، هذول الادويه انا ما شفتهم. طيب بس هي اخر فقره نحكيها خمس دقائق على السريع بضيفوها، انتبهوا فيها خربطه في الكتاب، حطوا شخط وابدوا بالاول. الربو عند الأطفال يكون عادة قبل 6 سنوات 80% من الحالات. طيب من أسمه واحد الربو المتكرر، إذا الربو عادة يكون عند الأطفال قبل 6 سنوات 80% من الحالات. من أسمه اللي ثلاث أنواع من الربو، الربو المتكرر بين قوسين الوزيز متكرر يشاهد عادة قبل سن المدرسة، هجمات بعد إمتان طرق تنفسية علوية في عمر المدرسة، يتحسن عادة تمام. طيب نرجع نعيده، إذا الربو المتكرر أو الوزيز المتكرر منشاهده قبل سن المدرسة، هجمات بيجي هجمات ربوية بعد انتهاء طرق تنفسية علوية عادة في عمر المدرسة بتحسن. إذا هذا مريض يكون قبل ما يدخل المدرسة 3-4 سنين عمره سنتين 3-4 بيجي نوبات من الوزيز منشوفه عادة بتحسن بعد عمر المدرسة، بعمر المدرسة يعني واضح على كتير منشوفه. احنا اذا شفنا مريض ربوي ان شاء الله يكون منه نقول له هذا الربو المتكرر ان شاء الله بتحسن بعمر المدرسه. كثير اولاد بقول لك ابي كان بصغر هو دخل على المدرسه وقف الربو، هذا النوع الاول، هذا الربو المتكرر او بسموه الوزيز المتكرر، عاده بيبدا عند الولاده وبتحسن في عمر المدرسه تمام. هذا النوع الاول واضح. النوع الثاني الربو المستمر عاده المترافق مع التحسس، النوع الثاني الربو المستمر عادة بترافق مع تحسس، طيب هذا بيكون بعمر المدرسة. إذا جاني قبل عمر 6 سنوات بتحول لاضطراب في وظائف الرئة، اللي بتشخصه بعد عمر 3 سنوات لا يتحول إلى اضطراب في وظائف الرئة. إذا هذا الربو المستمر بيجي من عمر 3 سنين بيستمر يعمل المدرسة، هذا بيعمل لي مشاكل وبترافق مع اضطراب في وظائف رئة. المشخصين بعد عمر 3 سنين لا يتحول إلى اضطراب في وظائف رئة. شلون منشخص الربو النبي وظائف رئة؟ طيب النوع الثالث بيسموه الربو المتزامن مع اضطراب وظائف رئة، واضحات ولا نعيدون؟ واضحات ولا نعيدون أنواع الربو؟
ربو متكرر، ربو مستمر، ربو متزامن مع اضطراب وظائف الرئه. المتكرر عادة بنشوفه قبل عمر المدرسة، بيجي بنوب متكررة بعمر المدرسة بتحسن، وعادة انذاره كتير كويس، يبدأ في عمر الولادة بتحسن بالسنة المدرسية. الربو المتزامن مع اضطراب وظائف الرئة النوع الثالث كمان سهل. الربو الثاني هو اللي فيه مشكلة المستمر، عادة مترافق مع تحسس. تمام، من شخصه قبل عمر 3 سنوات هو نفسه الربو المستمر وما بترافق، ما بتحول اضطراب في وظائف الرئة. من شخصه بعد عمر 3 سنوات بتحول لاضطراب في وظائف الرئه بشكل نهائي، شو الربو المتزامن او المترافق مع اضطراب وظائف الرئه. يعني انا كنت اتمنى يكون عندنا وقت اكثر. عندكم محاضره رايحه تبتهدي؟ تمام يا زملاء. الو الو، ايه معك هذا معي ولا؟ تمام عم اسمع. عندكم محاضره ثانيه هلا؟ بيان دقيقه، تبدا محاضره بيان دقيقه. طيب أنا آسف اليوم محاضرة، طيب أنا آسف اليوم هيك صار عندي ظرف، كان عندي مريض تعبان، ما حسنا نبدأ بالستة، الأسبوع الجاي يوم السبت بنكمل إن شاء الله ونشوف شلون الوضع إمتى نوقف، بركي هالأسبوع أو أسبوع الجاي نخلص النظر إن شاء الله. تمام يا زملاء، موفقين إن شاء الله، السلام عليكم. دكتور الله يعطيك العافية، وعليكم السلام.